السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس بناة المستقبل الثانوية، الثقافة المالية للمرحلة الثانوية، الصف الأول ثانوي أدبي. اليوم يا أدبي رح نحكي عن آخر درس بالثقافة المالية، ورح نحكي عن أنواع الشركات اللي ممكن يتم إنشائها عند إنشاء المشاريع. رح نحكي عن الشركات وأنواعها. قبل ما نتعرف على أنواع الشركات، خلينا نعرف ما هو مفهوم الشركة. والشركة هي عبارة عن هيئة تؤسس أو تنظم وتسجل وفق القوانين المطبقة في الدولة. أنا لما أقرر أعمل شركة أو مؤسسة لازم أقوم بتسجيلها في اللي هو الدولة وفق القوانين. وطبعا يعني سواء هاي الشركة كان ربح، إنها تهدف إلى الربح، أو بتكون غير ربحية كشركة تطوعية. وكمان انه لازم اعرف شو نوع هاي الشركة، انها لازم تكون اللي هي مملوكة من القطاع الخاص او القطاع الحكومي وهدفها تجاري او خدمي. اذا الشركة عبارة عن هيئة تؤسس وتسجل وفق قانون الدولة، سواء كانت تهدف الى الربح ام لا، وقد تكون اما حكومية او من القطاع الخاص وتهدف الى تجاري او هدف خدمي. خلينا نعرف مع بعض هلا يا أدبي ما هي أنواع الشركات. وفي عندنا كثير أنواع من الشركات. أولها المؤسسات الفردية، وهي أقل أنواع الشركات وأصغرها حجما. طبعا أبسط أشكال هاي الشركات طبعا تتميز إنه يمتلكها شخص واحد فقط بعد حصوله على تصريح للعمل. يتم عندنا إنشاء مشروع صغير اسمه مؤسسة فردية، بعطوا للشخص اللي بأسسه وهو فرد واحد تصريح للعمل. أما شركة التضامن، في عندنا نوع ثاني من الشركات تسمى شركة التضامن. هي عبارة عن شركة تتألف من شريكين أو اثنين أو على الأقل، ولازم ما يزيد الشركاء فيها عن 20. في عندنا ميزات لشركة التضامن، اللي هي أول إشي إنه لازم الشركاء كلهم اللي بيسجلوا في هذه الشركة إنهم يكون عمرهم أكثر من 18. ثانيا انه بيكسب كل شريك صفة تجارية، بكثير تاجر. ثالثا انه هاي الشركة لانها صغيرة جدا لا يتطلب وجود محامين لها. بنروح على النوع الثالث من الشركات، فإن شركات تسمى شركة التوصية البسيطة. طبعا هي بتتضمن نوعين من الشركاء المساهمين فيها. اول اشي في عندنا شركاء متضامنون داخل الشركة، ويسموا بالشركاء الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها. هم اللي بيعملوا على ادارة الشركة، هم اللي الموظفين اللي بيرأسوا الشركة يسموا الشركاء المتضامنون. وفي عندنا شركاء من نوع ثاني اسمهم الشركاء الموصون، وهم الشركاء اللي بيشاركوا في المال برأس المال داخل الشركة، لكن ما بيحق لهم التدخل في إدارة الشركة. إذا شركة التوصية البسيطة تقسم إلى شركاء متضامنون وشركاء موصول. بنروح على النوع الرابع من أنواع الشركات، وهي الشركة محدودة المسؤولية. وهي عبارة عن شركة جميع الشركاء فيها محدودي المسؤولية. يمكن أن يعين مدير الشركة من غير الشركاء أو من خارج الشركة، يعني ممكن يكون المدير العام للشركة هو غير مساهم فيها وليس من أحد الشركاء اللي موجودين في تأسيسها. ودائما بيكون أصحاب الشركة وأصحاب رؤوس المال داخل هذه الشركة محدودين مسؤولية، مش كل القرارات تصدر منهم. طبعا بما انه هاي النوع من انواع الشركات هي شركات كبيرة معنويا حجمها، فيتطلب منهم انه وضع او تعيين محامين للشركة. في عندنا كمان نوع من انواع الشركات وتسمى بمجلس الادارة. وطبعا هذه الشركة يتولى ادارة الشركة مجلس منتخب يزيد عن 11 عضو. يعني لازم يكون مجلس الادارة في هذه الشركة عبارة عن أعضاء منتخبين وما بيزيد عددهم عن 11 عضوا. كمان في عندنا النوع الثالث من الشركات وتسمى بالشركات المساهمة الخاصة، ومن أهم ميزاتها إنها مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال. يعني دائما المسؤول بالشركة بيكون على قد هو رأس المال اللي وضعه في الشركة. إذا كان كمية رأس المال كبيرة بيكون مسؤوليته أكبر ومساهم أكبر وله اللي هو قرار أكبر. دائما الناس اللي بيكون حصصهم أقل في الشركة بتكون مقدار مسؤوليتهم أقل.
كمان تتميز هذه الشركة بأنه يمكن تداول أسهمها في السوق، ممكن أنها تضع أسهمها داخل السوق وتداول هذه الأسهم. آخر نوع من أنواع الشركات وتسمى بالشركة المساهمة العامة، وتولى إدارتها اللي هو مجلس إدارة منتخب أيضا، بس ما في تحديد لعدد أعضائه. ومن أهم ميزاتها أن ذمتها المالية منفصلة عن المساهمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس